هاي منى، تعي تعي. الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. لازم نعيد النظر بتكاليف مشروع الماتا، وهذا الوضع النهائي تبعه. اها، وين مخططات المساكن؟ لساتها عندهم. ماشي. انور، انور. ما بدك تشوفها؟ شوها؟ هون اضطرينا نعمل تعديل مشان نكسب مساحة زيادة. ليش نقلتوا مكان المدخل؟ هاي الفكرة فكرة شهرزاد، هي اقترحت هذا التعديل علينا. تعرفوا انه شهرزاد عندها حلول كتير منيحة مشان مشاكل الابنية. معناها رح ننادي شهرزاد مشان نتناقش بالتعديل. ست منيرة، برافو، فكرة حلوة. نعم كرم بيك. إذا بتريدي نادي لي شهرزاد. تكرم عينك. تعالوا لنشوف. ألو، ماشي. أنا فكرت بالأول إنه خلي مدخل المجمع من هاي الزاوية الصغيرة، ولما قلت لها لشهرزاد نصحتني حط المدخل بالجهة الأمامية. نعم أستاذ كرم. شهرزاد، تعي شوي. نقل المدخل للجهة الأمامية فكرة منيحة، هيك صار فينا نستفيد من الأماكن الميتة وربحنا مساحة كبيرة كمان. بس هون في مشكلة، مشكلة صغيرة. يلا حليها لشوف. عفوا، بس هذا أي مشروع؟ شو بكي؟ هذا مشروع المقسم يا أنسي شهرزاد. مو أنت يلي ساعدتي منى فيه؟ إيه بلا. شبك؟ أنت مريضة؟ شوي. قبل شوي ما كان فيكي شيء؟ ليكون أخذ برد؟ لا ولا شيء. وضعك مو عاجبني، إذا بدك روحي ارتاحي شوي. لا أستاذ كرم، دبر حالي. شو هي المشكلة؟ المشكلة هون. كنت مدبرت له حل بس ما صح لي فرصة مشان أرسمه. طيب أنت لينا الحل ونحن بنرسمه. أستاذ كرم، ما رح أحسن عقلي مع مجمع. حاسة حالي تعبانة اليوم. لو سمحت فيني أطلب منك إذن؟ طبعاً طبعاً، ولا يهمك. شكراً لك. مو عاجبتني شهرزاد اليوم. إيه والله معك حق، رايحة أطمن عليها. أنور، شو عمل مع هالبنت؟ شو بدي ساوي معها؟ أكيد زعجها لحتى هي مكركبة. لا أبداً. شهرزاد شوفي. ما في شيء. شلون ما في شيء؟ قولي لي ليش عم تبكي؟ خبريني شو صاير معك؟ عم اقول لك ما في شيء. ليك انوار، انا بفهم عليك عالطاير. انت حاطط دابك بداب هالبنت، قلي شو صاير وبعدك اذا في شيء قلعها فورا. ايه بلا جنان، شو تقلعها؟ شوفي، ما سمعتها؟ قالت مريضة. شو بعرفني، بتكون أخذي برد أو أكلي أكلي مو منيحة. لا يا أنور، لا 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 أنور، شهرزاد ما أنا مريضة، مزعوجة. إيه أنا هيك حسيت.
ايه وانا شو دخلني؟ بارح طول اليوم وهي معك، ومن وقت ما رجعتوا من دبي انت وياها اجت منهارة ومو على بعضها. ملي شو عامل معها؟ ليش ما عم تجاوبني؟ اذا بدك جواب بتوطي صوتك بالاول. انا ما عندي شيء لك يا، روح اسال لها. يلا انا ما زعلت بشي وما دخلني، روح لعند شهرزاد وفهم منها ليش مزعوجه. ماني مصدقك. ليش حتى ما تصدقني؟ بعدين انتبه، نحن مشان وحده عم نتخانق. انت انتبه لتصرفاتك يا انوار. وين نعمت؟ ليش انت حاملتيهم لحالك؟ لا مو مشكلة مرت عمي، هن مو تقال علي ابدا. شو عملتوا بالغرفة؟ بدل ما تقعد تتفرج على هالمباريات والمسخرة قوم اشتغل لك شي شغلة. ولا كمال خير بابا؟ عم بسألك شو ساويتوا بالغرفة، غرفة البنات، مو على أساس بدكم تدهنوها؟ فتون لسه ما نقت اللون تبعها. ليش؟ خلصونا دهنوها بقى. قل لغدير يجي بكرة. لا تحكي من شان الأجرة، هاي اتركها علي. أمرك بابا. كنتك عملت لك اليوم برك طيبة يا برهان. يلا تعال بسرعة رح تاكل أصابيعك وراها. إذا من إيد كنتي حتى السم باكله. استغفر الله يا عمي. طبخي ما بيطلع شيء قدام مرت عمي. لا تجاملي، أنا بعرف طبخك منيح كتير. والله مضت طول نهارة بالمطبخ. يلا تفضل. شو يا كمال؟ أيوة. شو يعني بدنا نضل نستناك؟ ما قلتي لي البنات أكلوا؟ إيه عمي أكلوا بكير، صايرين دغري عم ياكلوا بس يرجعوا من المدرسة. وهاني وينه؟ هو فوق قاعد بغرفته، أكيد عم يدرس. أكيد هالسنة رح ينجح، ما هيك؟ خلينا نحطه شي دورة بابا. تفضل كمال بيك. يلي بيسمع كلمة أمه شو ما من قلقه. انت بتتكركر خالي؟ لا ما بتكركر، انت بتتكركري. تعيلي شو؟ تعيلي شو؟ بتكركرينه أنا وانت كمان. تعالي خالي جاوبني بصراحة. طيب مو لا تسألي بالأول؟ عن جد انت بدك تدرس بالجامعة بس تنجح؟ وانت منين سمعتي هالحكي؟ سمعت بابا وماما عم يحكوا من شانك، قالوا انه جدي ما رح يدفع لك مصاري الدورات. يعني اذا دفع لي رح روح. ليش انت ما معك؟ ما معي، ما معي نقله. في بحصالتي مصاري، اذا بدك بعطيك اياهم. عن جد؟ طيب وين حصالتك؟ قومي جيبيها. ما في. الله يعطيكي العافيه يا بنتي. طالعين كثير طيبين، يسلموا ايديكي. صحتين وعافيه عمي. هجبني مو غسلتيه منيح، كأنه طالعه مالحه شوي، ما هيك ماما؟ انت بحياتك ما رح تعرف تتصرف مثل العالم والناس، يا قول شي كلمه حلوه يا عيرنا سكوتك. ليش انا شو حكيت؟ الواحد بيقول يعطيكي العافيه يا مرتي، يسلموا ايديكي، ما قلت لك انه اليوم ما طلعت من المطبخ؟ ان شاء الله بيسلموا ايديكي، الاكل كتير كان طيب. صحتين وعافيه. كتالوج الدهان وينه يا كمال؟ حاطه هنيك، دقيقه. ها لقيته. اي لون بتحب بابا؟
وليش عم تسألني إلي؟ شو دخلني أنا؟ سأل مرتك يا ابني. كمال أنا ما بتفرق معي، اختار أنت. أنا كتير حابب اللون الوردي، شو رأيك؟ شو رأيكم تلبسوا الغرفة ورق جدران لأنه بيعطي حركة؟ شو رأيك بالفكرة؟ والله أنا ماني شايفة إنه في داعي لهالمصاريف الزايدة، الغرفة منيحة وما بدها دهان. منطالع تخت البنات القديم ونحط لها إياه. شو هالحكي اللي عم تحكيه يا خانم؟ لو كان اللي جاي صبي كنت فرشتي الغرفة من مجاميعه، ما بيصير يا بنتي. إن كان ولد ولا بنت ما بتفرق أبداً. بدي إياكم تفرشوا غرفة حفيدتي بأحلى فرش بوتنم على الفرش القديم. ما قلتوا لي شو راح تسموها؟ لسه بكير عمي، مو لحتى تجي؟ يعني لو كان جايينا صبي كنا راح نسميه برهان. ايه أصبح سموها ناهدة، ناهدة اسم كتير حلو. لا خلاص اترك الولاد على راحتهم يا برهان، اسم ناهدة صار اسم كتير قديم وراح تموتوا، خليهم يسموها يلي بالدنيا، اتركهم لأنه حتى الأسامي كمان صارت موضة بهالأيام. يمكن راحت موضة اسمك بس دورك مستحيل يروح يا ناهدة، انت لهالبيت العمود الأساسي. هون شو اسمها هاي البلد؟ هون الصين. طيب وهون شو اسمها؟ هاي أفريقيا. وهون في حيوان اسمه حمار الوحش، في أسود ونمور وحيوانات كتير، زرافات كمان. في تمسيح كمان؟ طبعاً في. طيب شو اسم هالبلد؟ هون صارت أستراليا. تعرف شو الحيوانات اللي بتعيش هنيك؟ فيلا. رح حاول ساعدك. هذا الحيوان اللي في بطنه جيبة مشان يحط ولاده فيه. كانجر مو؟ صح. ليكلي هلأ لي شو اسم هاد بلد؟ باكو. ما شاء الله عليك ولد ذكي. كنا نشوف أذربيجان، ليكي هذا كله أذربيجان. هلأ صار وقت نوم وأهلم، يلا روح نام شان أكبر وشوف عالم كله. مالي نعسان. يلا عالنوم، روح نام شان بكرة نكمل لعب. ماشي. طيب بكرة بدك تجي بكير بشان تلعبيني؟ يلا عالنوم، يلا روح قدام. العشاء صار جاهز انور بيك. ماني جوعان فردوس، بس انا طبخت لك الشوربه اللي بتحبها وفي فاصولية وفي سلطه. مو جوعان. طيب ما تواخذني، بس ليش عم تشرب مشروب وانت على حم بطنك؟ فردوس. نعم انور بيك. انت كم سنه صار لك هون؟ يعني اذا اليوم ما قلعتني لاني قلت لك لشو عم تشرب كتير بكون بشباط كملت 18 سنه. لا بقى تسالين ليش عم بشرب. طيب لشو عم تسالني؟ يعني بتعرفيني من وقت طويل. طيب انت شو بتعرفي عني؟ كيف يعني؟ يعني شخصيتي، اذا حدا سالك عني شو رح تقولي له؟ انا رجل سيء؟ اكيد انت مو هيك. طيب في مجال تقلي شو صاير معك؟ شو الموضوع قلي؟ ايه صار، رح يصير هون براسي. قول هيك من الاول، بس انت رح تلاقي الحل يا انور بيك، انا متأكدة من هالشي، الا اذا كانت المشكلة هون. واذا كانت؟ اذا المشكلة عاطفية بتكون اصعب لأنه مرتبطة بشخص تاني. فردوس رجع الكاسة. بقلعك.
أنا نقص كتير بدي نام. بدك مني شي؟ لا ولا شي. يلا روحي نامي انتي. طيب ماشي. أنا أفتح باب. أنسي منى؟ مرحبا ست نارينا. أهلا وسهلا. لا تقلي لي كنان نايم. إيه هي من زمان نامت. يا ريتني اتصلت قبل ما إجي. شو فيقتك؟ لا. أهلا حبيبتي. جيت اطمن عليك، شلون صرتي؟ منيحة. تفضلي. كنتي عم تشتغلي؟ أنت لا تزعل مني منى، أنا بدي فوت نام. تصبحي على خير. أنت من أهله. شهرزاد؟ شو هاد؟ أنت شو عم تساوي؟ ليكي شوفي هاد ما أحلى. هاي القطع من زمان السلطان عبد الحميد. والله قطع بتاخد العقل يا فريدة. وصيت سالم إذا أجا منهم يخبرنا قبل ما يعرضها بالمزاد. والله شي بياخد العقل. يا ريت يا نوال لو حسنتي تشتريها. يا ريت. الله لا يجعلنا من النادمين. والله زعلانة كتير عليه، بس صدقيني بالآخر كله نصيب. كرام شبك صافين كأنك مرأي اليوم. لا ما فيني شي. أصبح أكيد تعبان من الشغل. أنت خبرته لأنور أنه اليوم رح نجتمع هون؟ لا. أنت ليش ما خبرته؟ لكن ليش نحن هون؟ وشو دخل كرم ليخبره؟ مو هذا شغلة لمنيرة؟ بتكون منيرة نسيت تخبره. لا تخافي أمي ما رح تنسى. عاكل حال لسه الوقت بكير على الاجتماع. أصبح خلينا نشوف بقية الكتالوج. يعني عم تدوري على الشغل؟ ما أنت عم تشتغلي وعين الله عليكي. ما عاد بدي أشتغل بشركة أنور بيك. خلص شهرزاد شو بكي؟ منى أنا تعبت ومو حابة أشوف شو أبدا. شهرزاد حاجة بقى، سكاي تاورز أنت مساويتي وأنت رح تكملي للأخير. في 100 واحد بتمنى يستلم هيك مشروع وأنت بتعرفي. اسمعيني أنا مضطرة إليك هذا الحكي. أنتي عليكي دين لفوق راسك، لا تطلعي فيه. أنا ما بدي ديوني، انسيني. بس عدنان باع سيارته مشانك. طيب ماشي بلا هذا التاني كمان. شو بدك تعملي بابنك كينان؟ وشلون بدك تكملي معالجته؟ وغير هاد وهاد الست ناريمان شو بدك تساوي معه؟ ما هي صارت عايشة معكم بالبيت. وإجرة البيت منين بدك تجيبيها أساسا؟ حاجة بقى منى فهميني، ما بقدر. ليش؟ أكيد صاير معك شي بدبي، ما هيك؟ لأن من وقت ما أجيتي وأنتي مالك على بعضك أبداً. ما صار أي شي، بس أنا ما عاد فيني أتحملهم أبداً. معك حق، صحيح، ماشي. أنور بيك زلمة عصبي، كلامه بيهز البدن، بس أنا الموضوع مو موضوع كلام أنور وعصبيته، الموضوع أكبر بكتير. كيف نسيت؟ مو اتفقنا الأسبوع الماضي؟ ما قلنا إنه بدنا نجتمع مشان نقرر ميزانية النشاطات الاجتماعية. مشان الله لا تواخذيني راعي عن بالي. طيب منيرة ما خبرتك؟ لا خبرتني بس كمان رجعت نسيته. أكيد شوفيرك بعدته على البيت. بعدته. إسو أنت اليوم وبلا هالشوفير. شو ما بده يجي يعني؟ كرام صار شارب شي نص قنينة. يلا خلص تعال. إذا ما أجيت رح يضل يشرب للصبح. يلا حبيبي قوم تعال بلا كسل. لشو كترة هالشرب يا ابني؟ ما بيسوى. إن شاء الله سامحيني ما بقدر أجي. استغفر الله. شو يا أنور سامحك ما سامحك هلا؟ طب إيمت رح نحكي بالميزانية؟ قرروا أنا موافق على كل شيء. خلص اتركي بقى، شو منضل نترجاه؟ خالي نوال أنا مالي جاي، مالي رأي بنوب. ماشي مثل ما بدك، ما رح لحالك أكثر من هيك. نحن اليوم منحكي بالميزانية وكرم بخبرك. تصبحوا على خير.
والله قلبي ما طاوعني اني اتركك من دون اكل يا انور بيك. حاجه شرب كلك شي لقمه. تصبح على خير. مشي الحال، المولدات اشتغلت وتوصيلات الكهرباء كمان، وبعد شهرين بتكون الاكسسوارات اكتملت. كرم بيك، ما بتقدر شركة الكهرباء تشتغل من دون ما نخلص العزل الخارجي للبناء؟ شو المشكلة؟ اجى السيد أنور. يعطيكم العافية يا جماعة. الله يعافيك. الله يعافيك. سألتك شو المشكلة، ليش ما عم ترد؟ لأنه في نقص كبير بمواد العزل. ليش؟ الشركة عم تقول إنه في مشكلة بالجمرك. شو جمرك؟ ما جمرك؟ ما قالوا بالمستودعات؟ خليهم يجيبوا لي ملفات العروض ويجوا لعندي. اعملي اللي قال لك عليه، لانه مو معقول يكذبوا علينا ونضل ساكتين. حاضر. امرك فيكم تروحوا على شغلكم. يلا تعالوا. تعرف انا شو كنت حابب اشتغل؟ لا ما بعرف. اجيت مشان تسالني السؤال؟ هيك شيء. أنا رح جاوبك. كنت رح اشتغل بمناجم الفحم، بحط لمبة عطاء إيدي وألبس أفرول ويصيروا إيدي سود من الفحم، يمكن قلبي أسود. أنت شو كنت رح تشتغل؟ قلي. كنت بصير قبطان سفينة، بلبس طقم أبيض، أبيض مثل قلبي تماماً، وبسافر. تحمل غليومة الببار؟ يمكن. وبكل مينة في حبيبي؟ ما بيطلع لي؟ والله بيطلع لك نص يا قبطان. شهرزاد، يلا حبيبتي انزلي. شوفي أنور بيك واحد لئيم، بس شو ما قلك لا تردي علي، يعني طنشي تماما. شلون بدي طنشو؟ بعرف مو سهل عليكي. والله كأني فايتة على موتي، ماني طايقة لا فوت على الشركة ولا شوف خلقته. أنا فهمانتك، بس لازم تفكري بكينان. فكري فيه لما بيبوسك على خدك وبتحضني، لما بيضحك بوشك وبيقلك ماما اشتقت لك. يلا يلا. بتصدق لهلا ما بعرف ليش عملت هيك. غصب عني طلعت من تمي من دون ما افكر فيها. والله ما عم بقدر صدق. ليش يا انوى؟ قلت لك ما بعرف. بهدلت بهدلي قاسية، حكيت كلام كتير تقيل والحكي كله بالإنجليزي والجماعة فهموا، بس ما انتبهت. يا ريت حكيتها بالعربي كان أهون، وبعد ما سمعت هالحكي تركت الطاولة. معها؟ ايه مزبوط. ما بعرف ليش عملت هيك معه. انت ما عم تتقبل انه في وحدة مرة أذكى منك، مشان هيك مقهور منها. يمكن. أنوار حلكت فيه زمان، أول تحول صاروا النسوان يشاركوا بكل مجالات الحياة وبعضهم أنجح منك. كل شي بصير. هاي تحاليل السنة الماضية لقيتهم بالدرجة اللي بغرفة النوم. خلاص ما قالوا داعي، منروح منساوي تحاليل جديدة. خلاص خلاص. سلامة قلبك برهان بيك. أنا بصحتي وعافيتي والحمد لله، كلها شوية تحاليل. ليش ما تروح مع أبوك وتعمل تحاليل لألك؟ أنا رايح هلأ على المصنع وبعد الظهر رح أروح على المعرض. شايف شلون بيلفوا بيدور مشان ما يروح؟ لأنه جبان وخايف من الإبرة. لمين طالع ما بعرف. هي على هالنسوة، رح أجيب موبايلي وإجي.
خاطرك فتون، بدك شيء؟ الله معك يا عمي، تروح وترجع لنا بالسلامة إن شاء الله. فتون. نعم عمي. روحي قولي له لزوجك الجبان إنه يروح يسجل أخوك هاني بالدورة. دورة البكالوريا؟ إيه لك عن شو يا فتون؟ مو هذا اللي بدك يا؟ شكرا عمي، الله يعطيك ويرزقك. شكرا عمو برهان، الله يديمك. خير شوفي؟ عمي قال لي مشان تروح تسجل هاني بالمعهد. عن جد؟ ايه. اي الحمد لله يلي رضي يسجلك بالمعهد. لا تسود لي وشي قدام بابا. اليوم قبل بكره بتسجلوا، مفهوم؟ طيب ماشي. كمان ما تعمل اللي براسك، سجلوا بالمعهد اللي قال لك عنه. خلاص بقى قلت لك رح اسجله. يلا هاني. يلا. دعيلي. الله معكم. دير بالك على حالك. الحمد لله الله هداك وجبرت بخاطر هالبنت. أنا بعرف إنه ما رح يطلع منه شيء، بس أنا عملت هالشيء كرمالها هي، لأنه كتير زعلت لما عرفت إنه رح تجيب بنت. ما بتعرف، بلكي هالسنة بيشغل عقله. حاجة بقى يا ناهدة، بعرفه من يوم يومه فاشل. لا تكوني مفكرتي رح يروح على المعهد، رح يصعب شوارع اسطنبول. نحن كبينا مصارينا على الفاضي. صحتين وعافية يا جماعة. على قلبك. صحتين. تفضل مكاني. أهلين أنور بيك. شلونك؟ شو الأكل اليوم؟ شوربة خضار وكباب ورز باللبن. حلو. وشلون كانت زيارتك لدبي أنور بيك؟ ممتازة. قدرنا ناخذ المشروع. يعني إذا ما صار شيء المشروع فينا نبلش فيه الشهر الجاي. إيه ألف مبروك. صحتين وهنا يا بيك. لو سمحت جيب لي كاسة عرق. حاضر. شو طلبت من الجرسون يا برهان؟ لسه هلأ جينا من عند الدكتور. ايه وشو فيها؟ الدكتور ما منعني عن شرب العرق. بس قال لك لازم تدير بالك على أكلك منيح. ناهدة تركيني بكيفي. يعني شو رح يصير إذا شربنا لنا كاسين عرق؟ صحة وهنا. تتذكر يا ناهدة إمتى آخر مرة قعدنا لوحدنا وتعشينا بهدوء؟ ما بتذكر برهان بيك. بس أنا مو نسيان. ايه والله يسلموا. لما سافر كمال وعيلته وقتها سهرنا أنا وياكي بالفيلا لحالنا. آه صح تذكرت. يومها رجعت على البيت لقيتك مجهزتي لي صفرة بتطير العقل ومجهزتي لي قنينة عرق بيتي، وكنتي عاملتي لي اللانجي، وكنتي عاملتي لي باذنجان مشوي. يوميتها كانت السماء مليانه نجوم صافيه. ايه وقتها ضليتني اطلع على النجوم ودعيت، قلت يا ربي شكرا لك لانك عطيتني احلى نجمه. ليش ما قلت لي هالكلام الحلو من وقتها؟ بصراحة ما كان في داعي لك هالكلام يا ناهدة، كان لازم تفهمي شو في جواتي من نظرة عيوني لإلك. الله يرضى عليك ويخلي لي إياك يا ناهدة. وعليك أنت كمان يا برهان بيك. عندي اقتراح ناهدة، شو رأيك نريح بالنا وسافر أنا وياك عشي مكان بعيد؟ بس انت ما بتقدر تترك شغلك. شو هالحكي؟ ليش الشغل يلي عندي اهم من مرتي؟ شو رايك نسافر انا وياكي على البحر الاسود او منروح على مصايف ايدر وعلى المياه المعدنيه؟
ورح ننبسط ونشم هوا ونريح راسنا. يا ريت. شو رأيك؟ إذا بتروح على الموت بروح معك يا برهان بيك. الله الله يا سلام، بعد هالكلام الحلو بدي أشرب أحلى كاسة عرق. صحتك. صحة يا عمري. يلا يا أبضاي، هاي سجلتك بالمعهد، وهذا المعهد بيقولوا عنه أحسن معهد باسطنبول. أي والله هيك سمعت. يعني ما شفت حيطانه للمعهد؟ معباي بصور المتفوقين، الأول بالرياضيات والعلوم على مستوى تركيا. عن جد معهد منيح. بس بعيد شوي. أي شو قصدك؟ يعني وقتي كله رح يروح على الطريق، بيهون عليه. أي شبك، تحمل شوي. طيب، مع أنه رح فيق بكير واستنى الباص وبعدين السيرفيس، يعني والله ما بعرف إمتى رح أدرس. عولن، بس لساتك شاب، بدك تتحمل لك شوية تعب لتنجح. الله يعيني على هالسنة، بس لو في سيارة بيكون أحسن. وصلوا الأكلات، منيح، حطهم هون. تسلموا إيديك. شكرا. يا سلام، عصافير بطني عم تزقزق. تفضل. جيت خبرك إنه لازم نروح. أيوه، ما حسيت بالوقت كيف مر. طيب فوتي، تعي تعي، لا توقفي عندك. بلا ما نتأخر. لا لا تخافي، ما رح أتأخر. والله الواحد بالشغل بينسى حاله، وخصوصي عنا هون بالشركة. تفضلي، سيدات أولا. شكرا كثير. خير، لوين؟ رايحين على الاجتماع. أي اجتماع؟ ما قلت لك إنه اليوم عندي اجتماع بشركة بي آر؟ صح، تذكرت. شوفي، بدك شي مني؟ لا، بس كنت عم فكر ونشرب قهوة سوا أنا وياك. طيب، مو مشكلة. حابب تشرب قهوة على أصولها؟ ايه، بس لا تصعب علي. الشغلة سهلة كتير، داوم يوم العطلة. شو قصدك يعني؟ لأنه هديك الجمعة منى عملت لي قهوة بتطير العقل. شو طيبة؟ رح أفسد لك عليهم. شهرزاد ومنى حاطين ماكينة قهوة بمكتبهم، وقاعدين عم يشربوا قهوة على الطالعة والنازلة، وهي الست منيرة تبعك عم تضحك علينا بقهوتها. روح أنت على اجتماعك، وبس تجي من صادر لهم ماكينة القهوة. ماشي، ليكني رايح. يلا بخاطرك. الله معك. مرحبا. مرحبا. عطلتك عن شغلك؟ مو مشكلة. عصفورة قالت لي إنه في عندكم هون بالمكتب قهوة طيبة كتير، وقالت لي كمان إنه بتوصوا عليها توصاية. قلت اجي لعندكم لحتى ذوق قهوتكم المشهورة. شهرزاد. نعم. زعلانة مني؟ لا أبدا، الموظف ما بيطلع له يزعل من معلمه. فعلا العصفورة ما كذبت، قهوتك طيبة. منى اللي قالت لك؟ شغلت القهوة كانت حجة. أنا جيت لعندك هلأ مشان شوف إذا كنتي سامحتيني.
انسي. شكرا على القهوه. ان شاء الله دايمه صحه وعافيه. نشرب لنا فنجانين قهوه؟ لا لا مو جاي على بالي، انا صار لازم اروح هلا لانه مثل ما بتعرف بدي اركب اكثر من سيرفيس لحتى اوصل. هي الله معك. بدك تروح على البيت ولا على شي محل؟ على البيت. وين بدي اروح؟ ما معي سياره بتعرف. ما فهمت، بدك يانا نشتري لك سياره؟ لا مو قصدي ابدا، بس هيك عم بحكي. يلا انا تاخرت، سلام. مع السلامه. شي حلو، ما ضل غير نشتري له سيارة، مو ناقصني غير أنت. كمون 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 يا ويلكم يا ويلكم يا مدام، عنا موديلات يا مدموزيل بتعقد. خرشو بس موتم. شو في لي هالقطعة هي؟ خرشو. أهلا وسهلا. مرحبا. أهلين، بتعرفي تحكي تركي؟ بحكي شوي. تفضلوا شو بتريدوا؟ سباسيبا، شكرا كثير. اهلا وسهلا اهلا وسهلا، جربي هاد رح يعجبك. نيه لا ما حلو كثير. انت شوفيه هلا واذا ما عجبك بتجربي واحد ثاني. اوكي تمام. هاتي عنك يا انسي. انا البسه، انت لا تعذبي حالك. ايه شو هالحكي، عذابك راحه. شكرا. تمام، شوفي ما أحلى، كتير لابق لك. إذا عجبك بنزل لك بسعره. لا معلم، ما فينا ننزل بالسعر بنو. كرمال هالعيون الحلوة مو مشكلة، إذا عجبها بتاخده ببلاش. ومو ضروري تدفعه بعملتنا. أي نوع من المصاري أنا بقبل. دولار، يورو، ين ياباني، لك حتى روبل. شو ما عجبك احملي وامشي، أنا المعلم هون. إيه مزبوط، هو صاحب المحل والمعلم. مو على أساس مانك جاي اليوم؟ شو عطلت عليك شغلك كمال افندي؟ يا اختي السعر اللي مكتوب هو السعر النهائي وما فيني نزل لك فيه ابدا. بس يا انسه اذا عجبك انا براعيكي. اتمنى ان اطير لارى ارض بلادي كلها، ارض وطني الواسعه، ارض الحب والجمال. أتمنى أن أطير فوق السهول والجبال. يا وطني الرائع الذي أفديه بعيوني. هاي الوردة إليك. شكرا شكرا حبيبي. الشعر كان كتير حلو. عجبك؟ أنا كتير حبك كنان. ولا أنت وردة وأهلا وردة، أنا حبك حبك. ماما يا سلام، ماما اجت. يا عمري يسعد لي روحك حبيبي. شو كنت عم تساوي؟ قلي لشوف. خالي ناريمان كانت عم تقرا لي شعر. يا شي كتير حلو، رح خليها تقرا لي. بس هلا ما عندنا وقت ابدا، ما هيك خالته ناريمان؟ ايه احنا مستعجلين. ليش لوين بدنا نروح؟ ما رح قلك. وخالي ناري ما بدها تجي معنا ولا بدها تضل هون؟ لا هالمرة بس أنا وياك. أنا برد على التليفون، أنا برد. بس اسأل مين على التليفون. ألو مين عم يحكي؟ كينان حبيبي. هاي تيتا، هاي تيتا ماما. لك تقبر قلبي يا عمري، دغري عرفت. طبعا عرفتك، مو انتي التيتا تبعي؟ تيتا على التليفون؟ كينان طلع فيني، سألك كيفك؟ تيتا كيفك؟ شلون صحتك؟ كلمة تيتا طالعة من تمك بتجنن، تسلم لي. أنا كتير منيحة يا عمري، قلي أنت كيفك؟ إن شاء الله صرت أحسن. الحمد لله، أنا صرت كتير منيح. يا عمري أنت. تيتا؟ ليك حبيبي. إلا للتيتي شكراً على الهدية اللي جبتها. تيتي شكراً على الهدية اللي جبتي لي إياها بعيد ميلادي، كتير حلوة، شكراً كتير لإلك. لا تشكرني يا قلبي، شو ما جبت لك مو كتير عليك. والعيد الجاي إن شاء الله رح جيب لك أحلى من هاي. تيتي؟ نعم يا حبيبي.
هلا انت كثير ساكنه عنا بعيد؟ ليش يا عمري في شيء؟ طيب انت ليش ما بتجي لعنا؟ خلص يا حبيبي رح اجي يا عمري. ماشي تيتا، ماما بدها تحكي معك. طيب. الو مرحبا. قلي سجلت بالمعهد ما هيك؟ اي سجلت. برهان بيك كتير بخيل، قصدي انه بيحب يصرف كل قرش بمحله. ليك هو حط كل هالمصاري وسجلك بالمعهد، مو بكره تروح ترسب البكالوريا؟ معقولة سود وشكم؟ اي مبروك. بس يا ريت يكون عندي كمان كمبيوتر. شو إلك شغل فيه؟ لأنه الزمان تغير والناس كلها بتدرس عليه. هذا عصر المعلوماتية، وجود الكمبيوتر ضروري. صح، طول بالك. ليك لك فكرة، رح نشتري لك يا عايدة. يلا روحي جهزي السفرة بسرعة لأنه صار وقت جاي تعمي. غصيت والله. أنا مقصرة معكن كتير يا بنتي، لازم إجي لعندكن وأطمن على كنان. ولا شو هالحكي مرت عمي، أنا مقدرة وضعك. بس أنتي ما بتعرفي قديش أنا مشتاقة لكنان. إمتى ما حبيتي تجي أهلا وسهلا، البيت بيتك. طيب شو رأيك أنتي اتصلي فيني وين ما كنتي بجيب لك كنان لعندك. شكرا يا شهرزاد، كيف بدي أشكرك، مو عفانة يا بنتي. إن شاء الله بأقرب فرصة رح أحاول أجي لعندكم.